أقراص منع الحمل للطوارئ. هي اسمها للطوارئ، يعني ما ينفعش تستخدميها اكتر من مره واحده في الشهر. دي معلومه لستات كتير مش عارفاها. في كذا نوع من اقراص منع الحمل للطوارئ موجوده في السوق. في نوع بيبقى قرصين، قرص بيتاخد بعد العلاقه وقرص بيتاخد بعد 12 ساعه. لازم كل ده في خلال 72 ساعه من العلاقه المفاجاه، ان جوزك مثلا نزل من السفر فجاه، حصل ان بتستخدمه كندم والكندم اتقطع. دي الظروف اللي ينفع تستخدمي فيها اقراص منع الحمل للطوارئ. طيب هل انا ينفع استخدمها اكتر من مره في الشهر؟ لا، ما ينفعش تستخدميها اكتر من مره في الشهر، بتسبب لخبطه شديده في الدوره، وبالعكس ممكن يحصل انك تحملي عليها لان انت مش هتقدري تحسبي ايام التبويض بتاعتك. النقطه الثانيه علشان بس تبقوا فاهمين ليه ما ينفعش اكتر من مره في الشهر، ان القرص ده او القرصين عباره عن شريط كامل من اقراص منع الحمل العاديه محطوط مركز في قرص واحد. تخيلي ان انت كل مره بتاخدي شريط كامل في يوم، ده هيعمل ايه؟ اكيد هيسبب لخبطه في الدوره. ده اللي بقابله مع حالات كتيره مش فاهمه. طب انا مثلا استخدمتيها مره، جوزك جه النهارده واستخدمتيها علشان حصل اي ظروف طارئه ما كنتوش مستعدين، خلاص بعديها بتبتدي تدوري على الوسيله اللي هتكملي عليها، ان كان بعد كده هتستخدمه العازل او هتروحي تركبي لوب او هتستني الدوره تنزل وتبتدي تستخدمي اقراص بصوره منتظمه. يا رب اكون فدتكم، وتابعوني في فيديوهات جايه.